هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء؟ السؤال يقول: هل مطلوب من المسلم إذا أراد أداء الصلاة أن يقوم بالاستنجاء؟ الإجابة: الوضوء الشرعي الوارد في القرآن الكريم والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه مع الكعبين. هذا هو الوضوء الشرعي المذكور في القرآن. والمقصود أن الواجب على المؤمن إذا كان على غير طهارة من ريح أو بول أو غير ذلك أن يتوضأ الوضوء الشرعي، لكن إذا كان الحدث بولا أو غائطا فليستنجي، أي يغسل الدبر على إثر الغائط ويغسل ذكره على إثر البول، ثم يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني يغسل كفيه 3 مرات ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين ويمسح رأسه مع الأذنين ويغسل رجليه حتى الكعبين. هذا الوضوء الشرعي الواجب مرة واحدة. فإن كرر 3 فهو أفضل، يغسل وجهه 3 ويتمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل يديه 3 مع المرفقين ويمسح رأسه مرة واحدة وأذنيه مرة واحدة. إذن المرة في الغسل كافية والمرتان كافيتان، لكن الكمال والأفضل 3 3، إلا الرأس فإنه يمسح 1 مع الأذنين، وهذا كله بعد الاستنجاء إذا كان هناك بول أو غائط. أما إذا كان الحدث ريحا فهذا لا يحتاج إلى استنجاء، بل يبدأ بغسل كفيه 3 ثم المضمضة والاستنشاق. وهكذا لو كان الحدث نوما أو مسا للفرج أو أكلا للحم الإبل، كل هذه الأحداث لا تحتاج إلى استنجاء، وإنما يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. خلاصة القول: لا يلزم الإنسان الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ، إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه، ويغسل دبره إذا خرج منه غائط، ثم يتوضأ للصلاة.